النهارده تم الإعلان عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز مخيمات الحجاج في منى وفي عرفات، وكمان يتم تزويدها بكافة الخدمات. كمان تم تجهيز الأتوبيسات اللازمة عشان تنقل الحجاج إن شاء الله من مقر إقامتهم إلى المشاعر المقدسة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر ونروح مباشرة للعزيز عمرو خليل في الأراضي المقدسة يعرفنا على تفاصيل وآخر الاستعدادات. عمرو مساء الخير وأهلا بيك. ندى مساء الخير، ازي صحتك؟ تحياتي ليكي والمشاهدين الكرام. ساكنة تحياتي ليك يا عمرو. قول لنا اخر الاستعدادات، يمكن انت امبارح كنت بتكلمنا عن الزحام الشديد اللي كان موجود، هل الاعداد بدات تخف مع بدء مثلا تفويج الحجاج الى منى؟ بصي ندى، يعني عايز اقول لك في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي معاكي، مكه المكرمه ومحيط المسجد الحرام تقريبا ما فيهوش موطئ قدم. يعني تقريبا نقدر نقول ان ما يقرب من 2.5 مليون حج على الاقل، يعني دي قد تكون التقديرات الرسميه. 2 مليون و200 الف 2 مليون و300 الف، ولكن الاعداد الحقيقه ما هو واضح ان الاعداد قياسيه بكل ما تحمل، يعني انا بتكلم بمعنى ما فيش موطئ قدم في محيط الحرم المكي، في محيط المسجد الحرام الا وفيها انسان. من الحجاج، كل الحجاج دلوقتي نقدر نقول جميعا كلهم موجودين في محيط المسجد الحرام. حتى من كانوا في المدينه المنوره، البعثه المصريه للحج الحمد لله اعلنت من دقائق قليله نجاح تفويض الحجاج المصريين من المدينه المنوره الى مكه المكرمه، واصبحوا الان في جوار الحرم المكي. يعني كل الحجاج تقريبا ما يقرب من 2.5 مليون حج على الاقل كلهم الان في هذه اللحظه متواجدين في مكة المكرمة وبالتحديد في جوار المسجد الحرام. بعض البعثات بدأت مبكرا في التفويج إلى عرفة بشكل مباشر، يعني حجاج القرى المصريين حوالي 11,000 حاج، علمنا إنه بالفعل يعني خلال هذه الساعات بيجرى تفويج الحجاج حجاج القرى المصريين ال 11,000 إلى المخيمات الخاصة بهم في عرفة مباشرة. ظروف الزحام الشديد الحقيقه من الواضح ان هي هتعيق البعثات كلها ان هي تذهب اولا الى منى غدا يوم الترويه غدا بعد صلاه الظهر. واضح مع الزحام الشديد ان هيبقى من الصعب جدا جدا التفويج الى منى بكره وقضاء يوم الترويه في منى، ثم التفويج مره اخرى كل هذه الملايين الى عرفه صبيحه يوم التاسع من ذي الحجه يوم الثلاثاء. فبالتالي جزء كبير جدا ندى من الحجاج من البعثات قد تكون في خلال من بعد صلاه الفجر او بالكثير على صلاه الظهر بكره ان شاء الله يوم الترويه، هيبدا تفويض كل الحجيج ان شاء الله تباعا الى 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 منى، عفوا الى عرفات مباشره. هيقضي بكره يوم الترويه في عرفات مباشره، وانتظارا ان شاء الله ليوم عرفه بعد غد الثلاثاء ان شاء الله. يعني الاعداد كبيره جدا، في عايز اقول في تحويلات مروريه، يعني السيارات العاديه سيارات الاجره الملاكي تم تحويل مساراتها بعيدة عن الحرم، لأن مفيش مكان خالص ممكن أي سيارات تتحرك فيه، مجرد بس الشرطة اللي تتحرك، مجرد الحافلات، ودي الحقيقة خدمة محترمة جدا. في حافلات مكة بتجوب كل أحياء مكة ذهابا وإيابا إلى الحرم بشكل مباشر عشان منع سيارات الأجرة أو الزحام المروري. مع ذلك الحقيقة كثافات عالية جدا، كثافات من البشر، كثافات مرورية عالية جدا، ولكن الحقيقة جهد كبير الحقيقة بيبذل. طيب واحنا بنتكلم على الجهد يا عمرو، ايه الخدمات كمان اللي بتقدم للحجاج بشكل عام وللبعثة المصرية بشكل خاص؟ يعني الامور ما يتعلق بالبطاقة الذكية، يعني عدد كبير يمكن من الحجاج او البعثات الرسمية المسؤولة ان هي بتعطي للحاج زي بطاقة ذكية فيها كل البيانات الخاصة بيه، فيها بيانات الإقامة، فيها وسائل التواصل. أنت عارفة دايما بيبقى في دايما التأهيل، يعني في جزء كده، لا جزء في الحرم للتأهيل، جزء في الفنادق للتأهيل أو للبعثات اللي في ناس بتدور. فأصبح البطاقة الذكية في ريدرز موجودة مع الشرطة أو أجهزة الأمن السعودية، تبقى تتعرف على هوية الحاج ده أو الحاجة، ويقدر إن هم يوجهوهم للمكان الأقرب ليهم. مسألة الحافلات الحقيقة دي خدمة متميزة جدا جدا، أصلا الفنادق بشكل بيسهل على الناس. البعثات الطبية وبعثتها الطبية الحقيقة يعني هنا في مكة على بعد أمتار من الحرم حقيقة نبقى حاجة تشرف بمعنى الكلمة. مبنى كامل للبعثة الطبية المصرية، مش بس إنها بتقدم خدماتها للحجاج المصريين اللي عايزين أي دعم، لا ده أي حاج بيشوف علم مصر ما شاء الله كبير
يكسو واجهه المبنى على طول. اصبح للبعثه الطبيه المصريه سمعه كبيره جدا في نادي الحديد، يقدروا ان هم يدخلوا. نفس الشيء في مكه، موجود في منى، موجود في عرفه، موجود في المدينه المنوره. وكما علمت يعني من البعثه المصريه للحج ان في اليوم تم تفقد المعسكرات الخاصه او المخيمات الخاصه بالحجاج المصريين، سواء كان القرعه، التضامن، السياحه، كل المخيمات الخاصه بالمصريين تم تفقدها، تفقد التجهيزات الخاصه بيها، الصوفا بيدز او الاماكن اللي هم هيقعدوا عليها بيستخدموها برضه كسرير، التكييفات، التجهيزات الطبيه، كل حاجه الحقيقه، الاعاشه طبعا، الانتقالات. فالحقيقه ما نقدرش نقول غير ان رغم الكثافه الشديده والقياسيه السنه دي، الا ان يعني كل الامور بتؤشر ان شاء الله ان هيكون موسم حج ناجح باذن الله ان شاء الله وامن الجميع ان شاء الله. العزيز عمرو خليل، في الحقيقه انا بشكرك جزيل الشكر، وهنتابع معاك اكيد مزيد من التفاصيل بكره يا عمرو. شكرا ليك جزيل الشكر.